السلام عليكم. فيلم أثينا من إنتاجات نتفليكس يعتبر من أفضل أفلام 2022 برأيي الشخصي. الفيلم يحكي عن الأقليات من العرب والمسلمين الموجودين بفرنسا، في أغلبهم من الجزائر. الناس هذول ساكنين بمجمع سكني ضخم جدا اسمه أثينا، وهو أشبه بمدينة مصغرة إلهم. مع كثير الأسف النظام الفرنسي من جيش وشرطة ومكافحة شغب ما ماخذ هذول الناس بجدية أبدا. معاملتهم جدا مختلفة عن الشعب الفرنسي. أصلا بين فترة وفترة تصير عمليات اقتحام من قبل الشرطة أو الجيش أو مجموعات يمينية عنصرية فرنسية متطرفة حتى يخربون على الناس ويمارسون العنف ضدهم، ومع كثير للأسف في بعض الأحيان حتى عمليات قتل تصير. الفيلم يبدي بعد حادثة قتل لطفل داخل المجمع من قبل مجموعات مجهولة ما حد يعرفهم مبنية، والطفل هذا عنده 3 أخوة كل واحد منهم بطريق، واحد ويا الجيش ويعتبر أحد العناصر المهمة، واحد ضد النظام ويعتبر أحد القادة المهمين بالثورة لإسقاط النظام، وواحد حاير بنفسه وما له علاقة بأحد. وهنا نتبلش قصتنا المليئة بالتعقيدات داخل مجمع أثينا. طبعا الفيلم قصة خيالية ولكنه مبني على وقائع وأحداث حقيقية 100%. ما راح أحكي لكم ودوخكم بالممثلين والمخرجين والأسماء مالتهم، لأنه كل شيء موجود على IMDB وكيبيديا إذا كنتوا تريدون تعرفون معلومات أكثر. بس راح أقول لكم إنه كم كبير من العرب اشتغلوا بهذا الفيلم. التمثيل ممتاز من قبل الجميع. صح الأخ الكبير مرات أحسه شوية يبالغ، بس ما يخالف ما بيشي. موسيقى والساوند تراك تشتغل بالوقت الصح وجذابة كلش، على الأقل بالنسبة إليه. والتصوير يا جماعة، هنا أريدكم تخلوا لي 10 خطوط جوا كلمة تصوير. أسلوب التصوير بهذا الفيلم هو عبارة عن اللقطات الطويلة كلش المستمرة بدون أي تقطيع اللي الكل يعشقها. بدأ أحكي عن لقطات مستمرة مدتها 2 أو 3 دقائق، لا أحكي عن لقطات مستمرة مدتها 10 دقائق أو ربع ساعة أو حتى أكثر بدون أي تقطيع. هذا كله بوسط بيئة فوضوية جدا ونار وطلقات وانفجارات. شلون قدروا يسوون هذا الشيء ما أعرف، ما شاء الله عليهم. الفيلم من نوعية الأفلام اللي يوضح لك وجهة نظر طرفين. أنا أعشق هيش نوعية من الأعمال الفنية. على الرغم من انهم ما ركزوا على الشغب بقد تركيزهم على المتظاهرين برايي الشخصي، بس عادي ماكو مشكله. ارجع واقول التصوير راح يخليك تنسى كل شيء وتركز فقط على الجمال اللي قدامك. بدون حرق، كنت اتمنى النهايه تكون مفتوحه اكثر، نهايه تترك سؤال او تترك علامه استفهام، ولكن هذا الشيء ما صار للاسف. فيلم انطانا نهايه محدده وبرايي الشخصي كانت دون المستوى المطلوب. هذا كل اللي عندي الفيلم اثينا 2022. كتبوا لي بالتعليقات اذا تريدوني انزل فيديو مطول اكثر عن هذا الفيلم، وكتبوا لي رايكم بهذا الفيلم وشنو هي الأفلام اللي تشبهه. لا تنسون أنه تدعمونا بلايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات حتى توصلكم كل الفيديوهات إذا عجبكم هذا الفيديو. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة. مع السلامة.